بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد أبو قعدون. اليوم إن شاء الله راح نشرح أنا وزملائي يوسف جوار لمحمد مسلاتي محمد عرفة شابتر 12 البارت الثاني من مادة الووتر ديسالينيشن. راح نبدأ بالموضوع اللي راح نحكي عنه، اللي هو المالتي ستيج فلاش ديسالينيشن والبرايز سيركيوليشن. أول شيء خلينا نحكي عن الموضوع بشكل عام، هو إنه عن البروسيس اللي بتصير من خلالها عملية التنقية أو التحلية باستخدام مالتي ستيج. بحكي إن عندي رح يكون الانتيك سي ووتر انتروديوس انتو ذا سيستم اللي هو الكوندنسر تيوب. هسا السي ووتر اللي رح تكون عندي رح تكون محملة برضو إيش؟ كولينج ووتر، تمام؟ لما تيجي تخش عندي على الكوندنسر تيوب، الكوندنسر تيوب راح تكون درجة حرارته كثيرة عالية. وهسه احنا راح نحكي السبب. راح تنقسم عندي هاي المي لجزئين، الجزء الأول اللي هو الكولينج سي ووتر، واللي هو راح أعاود إني خلص أرجعه أبطل بدي إياه، بعاود يدخل من أول وجديد، تصير هي عملية تتكرر أكثر من مرة. وعندي اللي هو الفيد سي ووتر، وهذا راح يخش وين؟ راح يخش على ستيم كوندنسر. بعد ما تصير هاي العملية الفلويد اللي عندي اللي هو اللي كان فيه سي ووتر راح يتعرض لدرجة حرارة عالية جدا بسبب الستيم اللي تعرض له. راح يدخل عندي بعدين وين؟ على براين بول. هسه بنحكي انه بالبراين بول شو بس. هسه بالبراين بول عندي هي بتكون هي عبارة عن فلاشنج ستيج بتصير من خلالها عملية الفصل والتنقية إزالة الإمبيوريتيز من الواتر اللي عندي. هسا خلينا نحكي بشكل عام، بيجي بيقول لي apart of the prime fluid is condensed by benefit of the difference of temperature between the hot prime fluid and the cold surface of the condenser tubes. هسا أنا عندي درجة الحرارة عند أول ستيج بتكون عندي داخل البراين بول تكون عندي درجة الحرارة كثير عالية. تكون درجة الحرارة كثير عالية. هذا هو كمان اللي راح يكون بيسبب لي إنه التيوب كوندنسر اللي فوقه راح تكون هي وقتها درجة حرارتها كثير عالية بسبب إيش؟ بسبب درجة حرارة الواتر اللي موجود داخل البول براين. طيب during the process of evaporation of the brine fluid some droplets carrying impurities and salt are carried with vapor and stopped from reaching the condenser tubes by dimster. هسه وهي بتطلع عندي لما تكون انا عندي داخل البراين بول بتكون عندي المياه فيها الشوائب وبكون فيها ايش؟ خلينا نحكي اللي هو الملح. بس انا بدي المي هون صافيه، فلما تيجي لما تكون المي عندي درجة حرارتها كثير عالية وهي بتعبر من خلال الديمستر راح يخلي الدروبلتس تحت وياخذ ايش؟ وياخذ المي، بتطلع عندي على التيوب كوندنسر بتتكثف وتتجمع وين؟ راح تتجمع عندي على التريز، تمام؟ بعدين بقول الديمستر allow only vapor get through. بقول لي الدروبلتس blocked by the misters return back to prime fluid while condensed vapor is transformed into distilled water and kept into distilled trays. فإذا زي ما قلت قبل إنه المي عندي بضلها موجودة وين؟ بالdistilled trays. The rest of prime fluid is moved to the next stage and the whole process is repeated. هاي العملية بضلها تتكرر أكثر من مرة. هسا بقول لي the water gathered into distilled trays. بعد ما تتكرر هاي العملية أنا قاعد بحفظ المي وين؟ بالديستلت تريز. هاي المي كلياتها بعتب يعني بحصلها as a final product هو الديستلت product and the brine keeps on going on the following stage until the last stage. عند الستيج الأخيرة اللي براي هون خلاص بطلت بدي إياه، فباجي برجعه للسي ووتر وبصير إني إيش؟ أرجع أكرر هاي العملية أكثر من مرة. هاي هسه هون عندي صورة اللي قاعد بيصير بشكل عام. عندي انتيك سي ووتر قلنا هو عباره عن الفيد والكولينج ووتر، راح يدخل عندي وين؟ راح يدخل عندي على تيوب كوندنسر.
احنا قلنا هسه ايش سبب انه التيوب كوندنسر بتكون درجه حرارته عاليه. خلينا هسه احنا نفصلها بالترتيب واحده واحده. قلنا انه المي عندنا راح تنقسم لجزئين اللي هو الكولينج سي ووتر والفيد سي ووتر. هسه المي بالاخير راح تضلها تمشي خلال التيوب كوندنسر، راح تمشي خلال التيوب كوندنسر لحد ما توصل لوين؟ لحد ما توصل عندي لهون. هسه هون هي معرضه لايش؟ معرضه لهيتنج ستيم، راح يرفع درجه حرارتها لشكل كثير ايش؟ لشكل كثير كبير. بعدين راح تخش وين؟ على البراين بول. هذا هو ايش؟ البراين بول. هسه انا عندي هون درجه الحراره هون كثير عاليه، فبسبب درجه حرارتي الكثير عاليه راح تبلش عندي هون يكون اللي هي اول فلاش ستيج عندي. من خلال اول فلاش ستيج عندي الفيبر بده يبلش يطلع. الشيء الازرق اللي هون هذا اسمه الديمستر. الديمستر راح يسمح للفيبر يطلع عندي وما راح يخلي اللي هو الامبيورتيز انها تطلع. فاذا انا بطلع عندي الفيبر يبلش يطلع لوين؟ بيطلع للكوندنسر تيوبز. بس احنا قلنا انه انا هون الفيبر عندي راح تكون درجه حرارته كثير عاليه، تمام؟ وهي بتكون كثير عاليه طبعا مقارنه ايش؟ بالكوندنسر تيوبز. فمن خلاله راح تتكون، راح تتكثف المي وتتجمع وين؟ بالديستلت تريلز. البراين بيعاود يدخل على الستيج الثانيه، بتبلش تتكرر هاي العمليه اكثر من مره لعند وين؟ لعند اخر ستيج. انا بكون جمعت الووتر عندي اللي هو الدستلت برودكت، بكون جمعته عندي خلال التريز بطلعه از فاينل برودكت. والبراين اللي عندي خلص ايش؟ بعاود ارجعه مره ثانيه وبعاود اني اكرر العمليه اكثر من مره. هيك بنكون خلصنا اول جزء بالعرض التقديمي. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافية. أنا محمد أنور عرفي. أول شيء راح أبلش أحكي عن temperature profile للمالتي ستيج فلاشنج. راح نشوف كيف temperature بتتغير للستريم اللي دخل من الهيت ريجكشن سكشن للهيت ريكفري سكشن، لما يدخل الهيتر، لما يرجع السكشن مرة ثانية، لحد ما يخرج من الهيت ريجكشن سكشن بالأخير. أول شيء بدخل السي ووتر على heat rejection section عند نقطة واحد عند درجة حرارة TCW، والtemperature بترتفع عن طريق إنها تأخذ heat أو تعمل absorption للlatent heat للcondensed vapor وترفع درجة حرارتها. وهذا اللي بتعمله بالstages بالداخل heat rejection section لحد ما توصل نقطة 2 اللي هي last stage بالheat recovery section تدخل عليها. عند نقطة 3 بنشوف إنها بتنتقل بالستيجز وتضل ترفع حرارتها بنفس الطريقة، إنها تعمل absorption للليتنت هيت للكوندنسد فيبر من الفلاشينج براين لحد ما توصل نقطة 4 اللي هي بتدخل على الهيتر. داخل الهيتر بيكون في heating steam بصير لكوندنسيشن عند السطح الخارجي للتيوبس اللي خارج الهيتر، وبيرفع حرارة البراين ريسايكل ستريم لحد ما يوصل الماكسيمم تبعه اللي هو بنسميه براين تمبرتشر، بيختلف حسب المواد المستخدمة. بعدين نقطة 6 بنرجع بندخل الستريم مرة ثانية على الهيت ريكفري سكشن، بس هالمرة من الفيرست ستيج. بعدين بنشوف عند نقطة 7 انه بصير له فلاشينج وبتكون ووتر فيبر عند كل ستيج، وهذا الووتر فيبر بيرفع حرارة الإيفابوريتد براين عن طريق إنه يصير له كوندنسيشن على السطح الخارجي للتيوبس. النقطة 8 الفلاشينج براين بدخل على هيت ريجكشن سكشن وبصير له نفس الإشي فلاشينج وبتكون فيبر. النقطة 9
استخرج الكونتنس بيبر كله اللي تجمعنا من كل الستيجز والريجكتد براين، يا اما بنعمل له البراين يا اما بنعمل له ريسايكل ونحصل على البرودكت تبعنا اللي هو كوندنس بيبر. بس الاوبريتنج كونديشن للمالتي ستيج فلاشنج بلانت، نشوف اي كونديشن جوا البلانت بنشتغل. سؤال ايش التوب براين تمبريتشر، هي اعلى درجه حراره توصل لها البراين ريسايكل ستريم داخل الهيتر، هي تقريبا بين 90 و 120 سلسيوس، اللي هي اوبريتنج ريش للانتي سكيلنت اديتيفز. نقلل، لازم نحاول نقلل specific heat transfer area pumping power والflow rates للسي ووتر وبراين سيركوليشن، لأنه هاي إذا قللناهم ترتفع البرفورمانس عنا، راح نشوف كمان شوي كيف. الـ MSF plants they use high heating steam pressure عشان نسرع عملية الكوندنسيشن للهيتنج ستيم، بالتالي نرفع حرارة البراين ريسايكل ستريم. الشيل لود الرينج تبعها بين 1.5 × 10^5 إلى 1.5 × 10^6، بس إذا كانت في لارج يونت ولونج تيوب كونفيجريشن يكون رينج تبعها 1.16 × 10^6 إلى 1.26 × 10^6، وفي كروس تيوب كونفيجريشن بيكون اقل الفاليوز تبعتها تقريبا 0.88 × 10^6. بس اذا ارتفعت الشيل لود راح تاثر على اول شيء على الفلاشنج براين ريزيدنس، لانه راح تقلله. لو فلاشنج براين ريزيدنس هو الوقت اللي بيقضيه الفلاشنج براين ستريم داخل الهيت ريكفري سكشن، اذا قل راح يقل الكفاءه للاكويبمنت والبرودكت كواليتي، راح تأثر برضه على الفيلوسيتي ريليز فيبر، والماكسيمم تبعها الماكسيمم فيبر ريليز فاليو فيلوسيتي فاليو تقريبا 9 متر لكل سكند. إذا ارتفعت راح يصير عندنا، إذا ارتفعت عن هذا الحد راح يصير عندنا هاي انترينمنت للبراين دروبليتس في الريليز فيبر، اللي هو الفيبر راح يمسك الليكويد ويرفع معه للسطح الإكويبمنت، وبالتالي راح يصير الإكويبمنت أضعف، يشتغل بقدرة أضعف. فيبر فيلوسيتي الليمت تبعها الماكسيمم تبعها تقريبا 4 متر لكل سكند، عشان ما يصير عندنا انترينمنت للبراين دروبليتس وريدكشن بالبرودكت كواليتي، عشان راح يقلل الافشنسي بالتالي البرودكت كواليتي راح تقل. زي ما حكينا راح يصير انترينمنت للبراين دروبلس اذا صار في عندنا هاير فيبر فيلوسيتي، واللي راح يسبب برضو انه راح يتجمع هاي الدروبلتس في الدمستر باد. اللو تمبريتشر ستيج ان ذا هيتنج ريجكشن سكشن بيؤدي الى ارتفاع درجة ارتفاع سرعة الفيبر إلى أعلى حد بين كل الاستجهازات، بسبب إن اللو تمبريتشر راح تقلل بريشر راح يرفع السبيسيفيك فوليوم اللي بيؤدي إلى ارتفاع الفيلوسيتي. البراين تيوب فيلوسيتي اللي هي سرعة البراين ستريم داخل التيوبس، إذا بتأثر على اللي هي ترانسفر كوفيشنت بانه ترفعها، والفولينج ريتس بانه تقللها. فولينج ريتس لازم نقللها لانه هي اللي بتقلل، هي والسكيلينج هم اللي بقللوا كفاءه المعدات والكوبمنتس، واذا قللناها بنرفع عمر المعدات. If the velocity is high the pressure drop will pumping power راح يرتفع برضو. البراين تيوب فيلوسيتي ليميتس، بس الليمت تبعهم بيكون يعتمد على نوع المادة المكونة للتيوب. إذا كانت 90 × 10 كبر نيكل راح يكون الليمت تبعها 4 متر لكل سكند، إذا كان 70 × 30 كبر نيكل راح يكون الليمت 5 متر لكل سكند، إذا كان تيتانيوم وهاي ستيل ألويز راح يكون الليمت تبعها عالي أعلى من هاي القيم السابقة اللي هي تقريبا 20 متر لكل سكند.
فالـ practical limits بيكون الـ range تبعهم بين 1.5 لـ 2.3 متر لفل سكوير. آخر إشي راح أحكي عنه اللي هو performance parameter. الباراميترز اللي بتتحكم بسعر تحلية المياه، أول إشي thermal performance ratio، flow rate of product fresh water على flow rate of the heating steam. هذا لازم يكون القيمة تبعته عالية عشان نحصل على product أكثر. If the thermal performance ratio equal 9 أو 10 راح يكون clean والديزاين تبعه راح يكون ممتاز للheat transfer. إذا كان 8 بكون operation عادي والديزاين عادي، كان 6 إلى 7 بكون في صاير فولينج بعد الأسيد كليني. Specific heat transfer area اللي هو total transfer heat transfer area of condenser tubes و brine heater على flow rate of product fresh water. هذا القيمة هاي لازم نقللها عشان نرفع الـ product fresh water. الرينج تبع هاي القيمة تقريبا 200 إلى 300 متر تربيع لكل كيلوغرام لكل سكند. إذا كانت أعلى قيمة راح يصير في scaling الهيت ريكفري سكشن فاولينج في الهيت ريكفري هيت ريجكشن سكشن. واخر شيء سبيسيفيك فلو ريت اوف كولينج ووتر، اللي هو فلو ريت اوف كولينج سي ووتر على اللي هو الفيد على فلو ريت اوف فريش ووتر اللي هو برودكت. بس اذا هذا ارتفع راح يؤدي الى ارتفاع كميه الهيتنج ستيم، يعني راح نحتاج هيتنج ستيم اكثر عشان نرفع الحراره بسبب الفاولينج. يعطيك العافية. طيب هلا بنحكي عن بعض السبيسيفيكيشن للمالتي ستيج فلاشينج بلانت. هاي الهدف من هاي السبيسيفيكيشن تعطينا تخيل للارقام للاوبريتنج كونديشنز اللي ممكن تكون لهاي البلانت. السبيسيفيكيشن الموضحة عنكم، الارقام هاي الموضحة عنكم هي للبلانت البرودكشن كاباسيتي لها 6 مليون جالون بير داي على انتيك سيبو على انتيك سيبو تربين 30 وال 14 سيلسيوس. اوبتيوم برفورمانس ريشيو كانت مقدار 8. هذا الرقم بيعبر لي عن الافشنسي للبلانت، بحيث هو عباره عن الريشيو بين الميجرد اوتبوت على الاكسبكتد اوتبوت. بالتالي كل ما زاد هذا الرقم معناته الافشنسي للبلانت هذا اعلى. التوب براين تمبرتشر بتكون 90 او 110 سيلسيوس، بتعتمد على الكيميكال اديتيفز اللي احنا بنضيفها لحتى نعمل ليميت للسكيل فورميشن. بالتالي تكون 90 سيلسيوس لما نضيف بولي فوسفيت، بتكون 110 سيلسيوس لما نضيف مركب بوليمر. السالينيتي ريشيو بين السيركيليتنج براين اند فيد سي ووتر بيكون 1.5. طبعا هذا الرقم لازم يكون اعلى من الواحد، لانه السيركيليتنج براين بيكون تكون منه بعض الفيبر، فبالتالي بيكون مور كونسنتريتد. البراين سيركيليشن ريشيو بيكون 12.67، التوب براين تمبرشر 90 سيلسيوس. هذا الرقم بيعبر لي عن كميه الفيبر اللي ممكن انتاجها لكميه فيد سي ووتر معينه. فبالتالي كل 12.67 يونت فوليوم من الفيد سي ووتر راح ينتج لي 1 يونت فوليوم من الفيبر. طبعا هذا الريشيو بيقل كل ما زودنا التوب براين تمبرشر. المينيمم نمبر اوف ستيجز 24. الفيد سي ووتر لازم نعملها سكرينينج حتى نعمل ريموفينج للبارتيكليت ماتيريالز. بيتم اضافه صوديوم بايسلفيت للسيركيليتنج براين لحتى نقلل الاكسجين ليفل. بيتم اضافه الكلورين بتركيز 2 بارتس بير مليون للفيد سي ووتر لحتى نعمل كنترول للبايو كراولينج. التيوب انترنال دايامتر والتيوب وول ثيكنس لها فاليوز معينه، هاي الفاليوز بنعمل تكون اوبتمايزد لحتى نقلل من الانسداد اللي ممكن ينتج بين السكالينج والكوروجن. الفيلوسيتيز للبراين سوليوشن داخل الهيتر وداخل الايفابوريتر كمان لازم نعملها اوبتمايزيشن بفاليوز معينه لحتى نقلل من السكالينج ونقلل من الاوروجن اللي ممكن يصير لهاي التيوبس، ونقلل من البريشر دروب، وبالتالي بنكون عم نقلل من الباور كونسمشن. البراين اللي عن الهيتر اوتلت لازم يكون مضغوط نوعا ما بضغط 0.96 بار جيج لحتى نمنع البويلنج، لانه احنا كل ما نزيد الضغط
قاعدين نزيد الضغط، قاعدين بنرفع البويلنج بوينت للسوليوشن. البراين ليفل لازم يكون قليل لحد الفاليو نص متر، وهاي السبيسيفيكيشن كلها تعطينا ديستيليت بيورتي ما بتتجاوز ال 30 بي بي ام.